مالكش فيه. ها قلت ايه؟ يا رب يا حبيبي يا الله، ملناش غيرك يا رب. استرها على عيلتي يا رب، يطلعك يا خلف بالسلامة ويسترها عليك يا بنتي يا رب. يا حبيبي يا الله اهدي عيلتي وحافظ عليهم يا رب. استغفر الله العظيم. طب يا اختي ادعي الخالف بدل ما انت هريانة دعوات. حرام عليكي يا غنيمة اللي بتعمليه ده، انت عاوزة ايه تاني؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مالك بيه يا بنت الناس؟ مالك انتي ومال الصلاة يا زكية وانت عمرك ما ركعتيه؟ طب يا اختي سيبنا لك انت الصلاة، سيبنا بقى الدنيا. ولا انت ايه؟ عاوزاهم الاتنين، عاوزة الدنيا وعاوزة الآخرة. بتصلي عشان تخش الجنة وعايزة الفلوس والذهب. أحي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه؟ شايفة شيطان قدامك رافع حواجبه وبيبخ نار؟ ولا يمكن بشرب بنزين وبكح كتاكيت؟ بعد عني يا زكية السعادي. ليه إن شاء الله؟ ده أنت المفروض صبح وبالليل تيجي تشكريني. وأشكرك على إيه يا أم الرجالة؟ مش كفايه سترالك بناتك الاثنين؟ ولا تكونيش فاكراهم يا ما هنا يا ما هناك؟ لا يا اختي، انا بس اللي عيالي رجاله، مش عايزين عمهم يتلط هنا ولا هنا مع ناس ما يعرفهمش. خلصتي يا زكيه؟ لا لسه، سيب ابني في حاله يا غنيم، ابني هيتسجن. واه ربنا يعلم، بعامل عيالك زي عيالي. يا روح امك يا ابني، يا خوفي لا تاخد تأبيدة وانت لسه في عز شباب. اطمن يا عاد، هبه لسه مكلمني وقال لي انه هيطلع بالسلام. هبه قال لك كده؟ ايوه كلمني وقال لي انه هيطلع. وانا مصدقاكي يا سلفتي، عشان انت عمرك ما بتكذبي ابدا. لا حول ولا قوه الا بالله. طب ممكن تسيبيني دلوقتي؟ ده انا من الصبح ما كلتش. انت متاكده ان ابو هبه قال لك كده؟ استغفر الله العظيم. يا ساتر، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد. يلا خدي دي. ماليش دي. واه ماليش دي. طول عمرك سباكه بالخير يا صباح. وهو انا ورايا ايه يا غنيمه؟ هو انا ورايا غير كريم اللي مجنني؟ معلش يا خايتي، ربنا يخليهولك بكره يعجل. يعجل ده كل ما يكبر يتجنن اكتر. مش عارفه اعمل ايه يا خايتي، كل يوم ينزل يشتري انابيب ويرسم على حيطان الشوارع. بس تعرفي ربنا يحميه، رسمه حلو جو كده. يا غنيمه اتسلطي منصور على امه؟ انا يما دني كنت اموت، ده انت بركتني، ده الجنه كلها تحت رجليكي. كدابة زكية علمتك الكهن يا ولية، يبقى ولدي يقعد سبوع ما يشوفش أمه؟ معلش يوم سامحيه، بقاله سبوع في شرم الشيخ، بكرة ياجي وتشوفيه. خلي بالك أنا اللي حيشاه، لو اتعوجتي هخليه يتجوز عليك. ليه كده يوم؟ ما كنا كويسين أمه نتكلم يا صباح. بتهزر معاك. اللي مصبرني عليكي إنك طيبة، طيبة قوي يا غنيمة. يلا غنيمة، يلا خلينا نستريح. انت بتتوشوش تقولوا ايه؟ مفيش حاجة يا ماما، مفيش حاجة. صباح فين الواد؟ ميرسي. طيب.
ألف أهلا وشفا يا بند. أمال مين هيتحبس بدالك؟ واحد غلبان محتاج قرشين. وانت مش محتاج للقرشين دول؟ لا أنا سكتي مش الفلوس خالص، ماليش فيها. أمال إيه؟ معاكسة البنات؟ حضرتك فهمتيني غلط، أنا مش جاي من الشارع، أنا ليا أهل عايزيني. أنا صحيح فقير وشغال عند اللقمة وخدام صاحبها، بس كل واحد عنده كرامة، وأنا استحالة أقبل إن كرامتي تتبعتر. حضرتك مش طيقاني؟ طبعا حقك. أموري يا فندم، يبقى أرجع زي ما جيت. وحتى خلف بيه لو كلمني مش هرد عليه. أنا اللي رجعني العيش والملح يا فندم، إنما غير كده ما يلزمنيش يا خلود هاني. عن إذنك. السلامة خلف، شدة وراحت لحالها عشان تبطل تسمع كلام أبوك وأمك. بطل رط يا ماهر وخليك أنت في دل عمك لحد ما هتخلي لحالك. ماله عم يا خلف؟ لو مش عارف هقولك يا ماهر، عمك هو اللي بلغ علي. عايز يملص وداني، عايز يحبسني علشان أتأدب، علشان أفضل ماشي في الطابور وراه، لكن علي الحرام هفضل ماشي ورا دماغي حتى لو اتكسرت. ياه ده انت باين عليك منفخ جو وعاوز تفضي. كملنا يا ود ابوك اللي نسيته وروح لحالك. نسيته؟ اركب يا خلف. تعمل ايه؟ ايه اللي جابك؟ وصلت زغدان النيابة. اعترف؟ مش عارف، انا وصلته للنيابة وخلعت، قلت اجيلك تشوف لي شغلانة حلوة هنا. تتخيل تختفي من هنا لغاية اما اجيب جون. فاهم. حسامي، حسامي مدام خلود عايزة حضرتك. تنسى مالي يا عم، مال البهدله دي؟ ده ربنا ناس ومش عايزه تحبس. طب اقول لها ايه؟ ها؟ قول لها انا جاي. قشطه. اتنيل اقعد. حاضر. جبت العده معاك؟ معايا. انت لو اتحركت من هنا قبل ما اجيلك هطلع عين امك. يا ترى انت فين يا زغدانه تيجي العز ده كله؟ انت رايح فين؟ انت تقعد على السرير؟ انت تقعد على الارض لغايه ما اجي لك واديك جيم تبات هناك. حاضر حاضر. جيم حاضر. ايه ده؟ ده طريقه ليه كده؟ جيم ها؟ جيم جيم يا ولد الكلب. صفاء كل يوم بتروح الجامع، بقت رايقه. الحمد لله الحمد لله. وامك